بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، والديمان واندمهتوتشي ناتعباتوتشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه أهنم سلا أمنتاتشن من ما ماربت دروس في الإيمان أو في العقيدة أو في التوحيد بلو سموني جكري اللهم بلنا البتدقى قامي سلا إيمان سلا أمنات يمنا نقع قربتنا بلفو درساتش اللي توسل يميلون أنستا ما ترقوم من دنو قرآن لا يلو ملكت مني مسلال حديث لا يلو ملكت مني مسلال بلن لهلت لم يكفل تنقع قرن يميفك أدونا مسفرتوتشو أسفل لاقي النتاتشون ديتني يميلون تملكتنا بريا قمنا نهون دقمو إن شاء الله بزيه كفل لاي وإن بزيه درساتش اللي يتكلك لو توسل من دنو يميلون دقمو إن ملكت التوسل عبادة قريه انداس علفنا وتوسل أملكتنا بهل أدلم ويمترى لم أدلم إليك أنس أملكتنا أملكت عندما هون ومتقل نقمو مانين يام أملكت بقرآننا حديث ملكت عندما نرده كقرآننا كحديث ملكت عندما نرده هلت أبي مسفرتوش يسفل لقال يقد عندن يوي خلاص يسفل لقال هلت تنياو اتباع يسفل لقال أملكت لالله تبلو مفلس أمان لبت عفز عصمو يا نبي صلى الله عليه وسلم فلق ويمسنا يتكتلم هنا لبت بزيهم مسهرت مانين يوم صوستو كقرآننا حديث لايك متوت يتوسل عينتوت وجي يالي مانين يوم توسل يتكلك لنمي هونو يكل كلاو يزت النامتن ويم بدعانو ويم شركنا يمي هونو يلي عيال انديا اندانو يافز عصم درقيت حكمو يلي عيال يتاوكانو هي عدل ميسفل لقو وسان ينقرنو. إذن كالتوسل بجاه أحد من المخلوقين أو بمنزلته ومكانته لمثالي كفترات بان دنيو لمثالي بملائكة وين بنبياتوت وين بنسو كبرنا مأرق وين بالات شوبوتانا درجة مكارب يهي بدعان يهي ما يتشانم ما يفكرم. وأما طيب عندنا نتو أي يعني يفكر من شقر اللو ماسر الجالن بمالت لما تكسمي مكروات شو بركاتا نقروت ينورالو النسون عندما السالي توسن نقروتشن اني. وأما استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنبيات صلى الله عليه وسلم عقوت استسقاء ترقوال ميبالو دعانه لا غير حديثه بمتقو تككليني هذا قبل مسارات دعاء درقليني هلو هيدو لعبد الله بن عباس عفوا لا العباس بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم قوتنا رضي الله عنه وارضاه زناب عتنا لنها دعاء درقلن بلونه قطتين ناقروا. إذ لو كان توسلا بالجاه بجاه بل لو درجة ما أرق به النور توسل يدرقوا توسل ما الدرجة اللي بات بل لفو درس ما ترشع لين دقل أسكت بنبيه صلى الله عليه وسلم نبه لمن لأن جاهه باق بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم كموتوا بوهالا كبرات شو الله زند يالات شو درجة عند تطبق من ما يكنس ما يجمر كبرات شو دالن. إذن كموتوا بوهالا بيهون كبرات شو يتطبقنا. طيب هيدو الرسول صلى الله عليه وسلم متأيك جاه يدرجة قداي بيهون نورو اللهم بنبي صلى الله عليه وسلم سمنا بر متأيك ميكبات شو جائز بيهون نورو مستحب بيهون نورو شريعوي بيهون نرو يهين يادر منب على ما درقات شو متوات شونا وليكتاي وليلا ماراج بيدات شو عندما يتال قلس ماسر الجان سنة بنقرات الله يتاوك عند نقر مواقع لبن سنة عمليانا تركيا ميبان لقر الله النبي صلى الله عليه وسلم سنة ميهون صحابه وجه يسروت انسرا لن يتاوت انتوال لن نيا مسرات عصبن ترونو يميل حصاب تسنزر تنسي ونسو ترونو عليه النايلن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحابه يسرتوا تعال سرته كتوت متو راسه سنانه سنه ومسراته سايهم متو متو ماننياوم نغر بنغراتش لا ماننياوم مسراته بدعه يهون نغر كله متو سنانه تقارنوا الحكم نميز. واما حديث ميتكسواتشو الى حديث الا توسلوا بجاهي فان عند الله جاهي عند الله عظيم ما رقي ودا الله
ባለኝ ማዕረግና ክብር ወደ አላህ ተቃረቡ፣ የኔ ማዕረግና ክብር አላህ ዘንድ የላቀ ነው ብለው የተናገሩትን ሐዲስ በተመለከተ فإنه ليس بحديث عندنا حديث علم لم يحل وشد ولا يوجد في شيء من كتب السنه تواقي السنه كتابوچ አሉ ሁሉም የሚያቃቸው እዛ ውስጥ አይገኝ ولا شك አይገኝ حديثه حديثه የለም ግን አንድ ማውቅ ያለብን ነጥብ ምንድነው እንግዲህ ውሸት حديث አምጥተን ማስረጃ ለዲን ሊሆን አይችልም ولا شك ان جاهه عظيم النبي صلى الله عليه وسلم ما ارق الله زند يلاك امونه من مترطار يلو بل انه صلى الله عليه وسلم افضل الخلق اجمعين نبي عليه الصلاه والسلام كفطرتات كله يبلطوا ناتش كما قال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه يوم القيامه يا قيامه لت اني يسو لجوج كله على قانين يلال النبي صلى الله عليه وسلم بل الحديث له ولا فخر يلال للكرة فاللقاء للم يهين لقرة لكرة للم يلت في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ومع ذلك كهل لما بلت أتشو ترطارين لهم رسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يشرع لنا هذا النوع من التوسل مما يدل على بطلانه جزينة توسل نبي عليه الصلاة والسلام ألد لقى قل لهم على مدنق أتشو مع انه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كفلقوت كله يلاق وفلق يا نبي صلى الله عليه وسلم فلقنا بذا فلقاتشو وسط من ما لدنق اقول لنا مين النجر وهناك احاديث كثيره يذكرها اصحاب التوسل البدعي يزينتون ما يفكرون يتوسل تكبار يفصموا سويت ميتقصواتشو بركات حديثه تالو በነገራችን ላይ كلها ضعيفه حديثه كله بتككلنيا يا حديث لقاوينتوت بتدرجوا ما طاريا مسرد دكاما نو او موضوع وين دكاما نو دكاما نو معنات تشجر ياللبت نو وينم قراش وشت نو يتكطف نو بنبي صلى الله عليه واله وسلم فتبين بذلك تاريخ بزيه ما برانا من نردوا نجر من دنوسو ان التوسل بذات احد من المخلوقين كفطرتات በአንደኛው አካል ወደ አላህ ለመቃረብ መሞከር او بجاهه ወይም በማዕረጉና በደረጃው او بحقه ወይም በነሱ حق ይሆንበት بحق السائلين او مكانته ባለው ደረጃ او حرمته بكبره او منزلته يتبال ميدرገው توسل بدعي አንደኛ فطراوي سنه الهنا توسل ነው بدعه ደግሞ ለአደጋ ነው ሚደረገው وطريق الى الوقوع في الشرك سويش بقلال وشرك وسط من يتزفقوا عينتين يا من قلنا بدعه كل شيء عاده كانوا سفيان الثوري اندملت البدعه احب الى ابليس او الى الشيطان من المعصيه عند سو وانجل مهونن اوقو وانجل كم يسرى بدعه بيسرى شيطان متام دس يلوال لمن قال رحمه الله لان المعصيه يتاب منها قد يتاب منها وانجل يميسرا سو وك وانجل توبت ليارق يتشلال زنا يميسراو يميسرقو يمياماو حرام مهونن ياقال عند قني يتوبت ادل الله طفاتنيا وانجلنيا مهونن سلام يياق وسطو معنات واما البدعه فلا يتاب منها توبت بدعه جن توبت ياارق اصلا بدعه مندنو ود الله ياقربنيال بلو يمياسبون الله عز وجل كاززو منجد وجه بالله منجد ودى الله لمك عرب ما موكرنا كشريعة قاتا فوكاكرو تمساسلو ليلة عدس نقر عمتوتو يهي الله يود دوال يهي الله يفك دوال إيالو منك عرب بدعاء أدقانو بدعاء كبادنو أهل الكتاب كذبه فيت يالفوت بهتاوينة أمدتو الله لدينا قققو من دنيا الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله براسات شو قزيه فتروت بحتا وينتن أمدتو إنيا بالنسو لأي قديتا على الرقن بباتشاهم يا الله نوديتا فلقوني هذا الرقوت كذا من هنا قن
فما رعوها حق رعايتها تجبيون ما تطبق على تطبقوتم على تطبقوتم بمعنى بدعه متل بتككل يوطى امكان بدعون سنه وبتككل متى يوطى للناس بدعون يا متلنا يوطى يتنيان بدعايو الله يسعياتونا جماريونا كغزي بحال يدرسبتن درجه ايو من ما سرى يالو مقاطر يالو መነሻ ያለው መድረሻ ያለው ድብልቅልቁ የወጣ ነገር ነው ምክንያቱም አላህ እንደነገገውማ ደንጋጊው ስሜት ነው ደንጋጊው ሸይጣን ነው ደንጋጊው የሆነ ግለሰብ ነው አላህ እና መልእክተኛ እንደነገገው ላይ ግን ምንም ነገር የለም የሶላት አሰጋገድ ከወረደ ጀምሮ እስከ ዛሬ ሺ 400 ከሺ 1 ከሺ 400 አመት በላይ ነው ምንም ሊቀየር አይችልም ሰው በራሱ ድክመት ቢድዓ ይጨምራል ይቀንሳል ግን ዲኑ ተጠብቆ ንጹህ የሆነ መልእክት ይተላለፋል ስለዚህ ይሄ ቢድዓ ነው የቢድዓ መዳረሻ ነው ሲባል እንደ ቀላል ተራ ነገር መታየት የለበት ይልቁንስ በጣም ከባድ ነው ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው ተወሱል ቢድዓ ይሆናል ሽርክ ይሆናል ቀጥታ እነሱ ያቃርቡናል ያዳርሱናል ብሎ ማምለክ አይፈቀድም ይሄ ሙሽሪኮቹ የነበሩበት የተወሱል አይነት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ በግልጽ የሚያስቀምጠው ነው ሙታንን ሲያመልኩ ጣዖታትና ሐውልትን ሲገዙ ድንጋይና ዛፉን እንስሳውን ሲገዙ ለምን ታመልካላችሁ ሲባሉ ምንድነው ያሉት? ማናዕቡዱhum አላመለክናቸውም እኮ ያመለክናቸው ኢላ ሊቀርቡና ኢላላሂ ዙልፋ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅጉኑ እንዲያቀርቡን ፈልገን ነው ይላሉ። የሙብተዲዑችም ተግባርና ስራሁል ግዜ ይሄ ነው። በሽርክ ላይ ካሉ ሰዎች መስመር ከሳቱ ሰዎች ጋር የሚያመሳሰላቸው እዚህ ጋር ነው። አንተም ለምንድን ነው ወልዮችን መታመልከው ምትገዛው ሲባል ወደ አላህ ሊያቀርቡን ነው ተመሳሳይ ነው። ለዚህ የሚያቀርቡት ነገር ምንድነው? እኛ ወንጀለኞችን እንደካማዎችን እነሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንሚገዙ አላህ የወደዳቸው የመረጣቸው ናቸው። አላህ የወደዳቸው የመረጣቸው እንደሆነ ለምኗቸው ተብሏልን? እኛም አላህ እንዳይወደን እንዳይመርጠን መልካም እንዳንሰራ ምን ከለከለን? ወንጀልን በተመለከተ ሐጃን በተመለከተ አላህ በቁርአን ላይ በግልጽ አስቀምጧል وقال ربكم ادعوني استجب لكم ቀጥታ እኔ ለምኑኝ ምላሽ ለጥያቃችሁ ሰጣችኋለሁ ዱዓችሁን እቀበላችኋለሁ ኢላ አላህ በግልጽ ቋንቋ ነው ያስቀምጠው ወንጀለኛ ከሆነን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يا عبادي لا فاستغفروني اغفر لكم ይቅርታን ጠይቁኝ ጠይቃ አመራችኋለሁ ነው ያለው አላህ ዘወጀል አማካኝ አቋራጭ አማላጅ አይስፈልገንም ቀጥታ ከአላህ ጋር መገናኘት ነው ያለብን هو ارحم الراحمين يا عبادي الى الله ባሪያዎቼ ሆይ انكم تخطئون بالليل والنهار በቀኑም ይሁን በመሸቱ ክፍለ ጊዜ ተሳሳታላችሁ ማታጠፉት ጥፋት የለም وانا اغفر الذنوب اني لك مو بهري وانجل ممارنا فاغفر فاستغفروني اغفر لكم قطت ارحم الراحمين اني ميجرمين سنه وانت تنبد علي لمن دنا من الجفاف سنه وانت تنبد علي تنطلطل لمن دنا من اللايو سنه وانت تنبد علي تنطلطلن دنيا اخراتنا لمن دنا من نابلاش دنيا لي تبتاتنن ተፈራርቀን ይቻላል አይቻልም ይያለ እየተሽቃጨቀን አኺራ ደሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርቁልኝ መላእክቶች ምንጭ አላቸው ረሱል ሰለላም ያንን ምንጭ ኡመቶች ይጠጣሉ ኡመቶችን በኡዱ መልእክት አቃቸዋለሁ አሉ ሲመጡ ሊጠጡ መላእክቶች ያባሯቸዋል አሉ ለብሉ ሰጋጆች ናቸው ስለዚህ በአثر الوضوء ለይታቸው ረሱል ሰለላም ከዛ በኋላ ኡመቶች የናቸው ተዋቸው ስላቸው እንዲህ ይሉኛል አለ ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ما تدري ماذا احدث بعدك አው ያንተ ኡመቶች ናቸው ነገር ግን ካንተ በኋላ ምን አይነት አዲስ ነገር እንዳመጣው አታቅም እባላለሁኝ አለ ከዛ ይቆርጥላቸውና ምን ይላሉ فسحقن سحقن لمن بدل بعدي او لمن بدل ديني አርቆልኝ አርቆልኝ
ዲኒን ይቀየር ወይም ከኔ በኋላ እኔ ያመጣሁትን ፈለግና ሱና ለመቀየር ሙከራ አረገ የቀየረ ሰው አርቁልኝ ይላል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። በጣም አደጋ ነው። ስለዚህ ኢባደላህ ከቢድዓ ተላቀን በሱና መልካም ህይወት ህይወታችንን መምራት ይኖርብናል። هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.